شعبي العزيز، بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود في وجه الالتزامات والتقلبات وحقوق نتائج إيجابية وحقق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات الإنتاجية. لكن مرحلة الانتعاش لم تدم طويلا بسبب الظروف العالمية الحالية، فقد تسببت هذه العوامل الخارجية إضافة إلى نتائج موسم الفلاحي متواضع في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهو مشكل تعاني منه كل الدول. وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين وعلى ساكنة العالم القروي. كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة لدعم ثمن بعض المواد الأساسية وضمان توفيرها بالأسواق، وهذا ليس بكثير في حق المغاربة. وفي هذا الإطار تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة لتتجاوز 2.3 مليار درهم برسم سنة 2022. وبموازاة ذلك ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني والتصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب بالأسعار. ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين ونركز على نقاط قوتنا، ولابد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات، لا سيما في مجال جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض.